ورجعنا لكم بعد الفاصل وفقرة محببة إلى قلبي، فقرة الخير اللي بتدوم معانا في الدنيا والآخرة مع مؤسسة عمر ابن عبد العزيز. هنتكلم النهاردة عن أنواع الذكاء وكيفية حسابها، وده اللي هنعرفه بالتفصيل مع ضيفي العزيز الشيخ عيد إسماعيل من علماء الأزهر الشريف. شيخ عيد منورني وبرحب بيك. الله يكرمك، شكرا، أهلا وسهلا بحضرتك. شيخ عيد، عايز أسأل حضرتك في البداية، عايزين نتكلم عن فضل إخراج الذكاء، وكمان عايزين برضو نتكلم عن كيفية إخراج الزكاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على إمام الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا وحبيب ربنا محمد النبي الأمي العربي الهاشمي القرشي الأمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه، ما اتصلت عين بنظر وما وعت أذن بخبر، وسلم تسليما كثيرا عدد أنفاس البشر وحبات المطر وعدد قطرات الماء وذرات الرمال، وعدد من صلى على سيدنا محمد، وعدد من لم يصلي عليه، وعدد الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. واجعل لنا يا ربنا من بركات الصلاة والسلام على سيدنا محمد من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، وارزقنا من بركاتها سترا وقبولا وتوفيقا ونجاحا وفلاحا وغنى وعافية وعفافا يا أكرم الأكرمين. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. بداية، الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وسيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الحديث: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي دلنا على الخير، فقال: حصنوا أموالكم بالزكاة، وداووا مرضاكم بالصدقة. الزكاة تطلق على ما يؤخذ أو يخرج من مال الإنسان أو من زرعه أو من تجارته أو من كذا أو من كذا، المهم أنه يربح من ذلك أو تمر عليه الفترة الزمنية التي حددها الشرع، ألا وهي حول كامل. يعني خليني أضرب مثال كده للسادة المشاهدين الكرام بكل بساطة. لما أقول أنا دلوقتي عندي مبلغ من المال وليكن مثلا 100,000، 100,000 هل عليها زكاة ولا مش عليها؟ عشان يبقى فيها زكاة لازم يتحقق فيها شرطين. الشرط الأول أن تكون 100,000 قد يعني قد زادت، عبرت أو زادت أو أصبحت الآن بلغت النصاب. إيه هو النصاب؟ ما يشتري به الإنسان مقدار 85 جرام ذهب عيار 21، خلاص؟ فبضرب 85 في سعر الجرام فبيديني المبلغ التوتال اللي هو بيخرج فيه الزكاة. كده خلاص نخرج الزكاة؟ قال لك لا، انتظر، لازم يعدي عليها حول كامل. يعني ايه حول؟ سنة يعني كاملة. سنة هجرية كاملة. طيب، تحقق فيه انه اصبح قد بلغ النصاب هذا المال ومر عليه حول كامل، قال لك بنخرج عن كل 1000 25 جنيه اللي هو 2.5%. خلاص كده؟ عن كل 1000؟ عن كل 1000 25 جنيه. بالظبط. ونضرب بقى نشوف انا عندي كام 1000 وابتدي احسب على كل 1000 25 جنيه. او على المبلغ التوتال 2.5% من اصل هذا المبلغ. يبقى ده اللي انا اطلع بيه الزكاة. الله يفتح على حضرتك. بالظبط كده. طيب، أودي الزكاة لمين؟ ربنا سبحانه وتعالى حدد أصناف محددة تخرج إليها الزكاة. قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. هم دول اللي تخرج لهم الزكاة ونخرجها، ونحن ننفذ بذلك أمرا من أوامر الله يبتغى أن نؤجر على ذلك. بعض الناس عندهم إشكالية، ودايما السؤال ده بيجي، يقول لك: هو أنا النهاردة لو شفت مسجد من مساجد ربنا بيتبني، هل ده يعتبر من الأماكن أو المصارف الشرعية التي فيها الزكاة، نخرج فيها الزكاة؟ بالضبط. طيب، العلماء هنا انقسموا إلى قسمين. قسم
قال لك والله يجوز. ليه؟ لأن ربنا قال وفي سبيل الله، والمساجد هي بيوت الله سبحانه وتعالى التي تعلي شأن الإسلام، وتكون نشاطاتها أو أنشطتها أو يعني إسهاماتها في سبيل الله سبحانه وتعالى، تحفيظ القرآن، تعليم العلم، تدريس الشريعة، وجمع الرجال لتحفيظ القرآن وتلاوة القرآن وتعليم العقيدة، وكذلك النساء لتعليم النساء أحكام الوضوء والغسل والطهارة وما إلى ذلك من طبعًا بقية الأحكام طبعًا. فقال لك يجوز. إذن هذا مخرج شرعي ومعتبر جدا جدا، يجوز أن أخرج فيه. وعندي مصارف أخرى، ما هو ربنا سبحانه وتعالى قال وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. إذن هناك السائلون، هناك المحرومون الذين لهم حق في أموالنا، تخرج لهم صدقة. صدقة تعملها بقى بحب، مش مفروض عليك. يعني إيه الزكاة؟ لو ما خرجتهاش تتعاقب عليها عند ربنا سبحانه وتعالى، تأخذ عليها وزر وتتحمل تبعاتها بغضب من الله سبحانه وتعالى، وإن لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى ويرجع طرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. يعني ربنا مدي لك خير وأنعم عليك بخيرات كتير، وإنت مش عايز تطلع اللي فرض اللي ربنا فرضه عليك. بالضبط. وهنا لا يأمن الإنسان عقاب ربنا سبحانه وتعالى، وذلك ربنا سبحانه وتعالى بيدي لسيدنا النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم رسالة عظيمة جدا في القرآن في سورة القلم عن أصحاب الجنة. أصحاب الجنة دول ربنا يقول كده في القرآن، أي إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين. سبحان الله، الإنسان ما بيفوقش غير لما تجيله كده يعني تذكرة من الله سبحانه وتعالى. رجل صالح كان بيخرج الزكاة ويطلع الصدقة، ويوم الحصاد زي ما ربنا قال كده في زكاة الزروع والثمار، قال وآتوا حقه يوم إيه؟ يوم حصاده. فالرجل كان بيطلع كل الوقت حصاد، يطلع الزكاة بتاعت الزرع بتاعته والثمر، ويجيب الفقراء ويعطيهم حقهم. لما مات جوم أولاده قال لك لا احنا مش هنطلع حاجة لحد، واتفقوا مع بعض وطوا صوتكم ونخرج الفجر نجمع الحصاد والثمر ونرجع قبل الفقراء والمساكين ما يلحقونا عشان ما نديش حد حاجة، احنا اللي تعبنا. ولما أصروا على ذلك أحرق الله حديقتهم بما فيها فأصبحوا نادمين. فضلت الشيخ، احنا دلوقتي معانا تقرير هنروح نشوفه، تقرير عن اعمال احلال وتجديد مسجد الرحمن اللي موجود في قرية زيدان مركز اولاد صقر بمحافظة الشرقية، هنشوفه ونرجع نكمل كلامنا. فضلت الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. في هذه القرية المباركة قرية زيدان مركز أولاد صقر محافظة الشرقية جاءتنا هذه الاستغاثة وتلكم النداءات بتجديد هذا المسجد المبارك الذي تهالك أثاثه وتصدع بنيانه وسقفه كما ترون. كما ترون حضراتكم هذه مساحة المسجد تقريبا بإذن الله تبارك وتعالى بالتوسعة
قرابة 400 متر إن شاء الرحمن. يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينكم تحت إشراف مؤسسة سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه. نتوكل على الله ونعلن بعد صدور قرار الهدم من وزارة الأوقاف. والحقيقة أننا جنبا إلى جنب مع أهالي هذه المنطقة أو هذه العزبة، عزبة زيدان، الكل مستعد أن ينفق وأن يتصدق وأن يعين وأن يساعد، لكن في الحقيقة التكاليف ثقيلة عليهم. المستويات المادية في هذه المنطقة ضعيفة للغاية، لا يستطيع أن يتحمل تكاليف الهدم والبناء. هم قالوا نحن على أتم الاستعداد المشاركة في الهدم، لكن البناء مكلف للغاية ولا نستطيع أن نتحمل تكلفة البناء وحدنا. ولذلك نوجه هذه الرسالة، رسالة إلى كل الصادقين وإلى كل محب الخير، كل الراغبين في الصدقات الجارية، كل الراغبين في الرحمات وفي المغفرة، كل الراغبين في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، الله سبحانه وتعالى وعد بها الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. نعم، لأن المحسن كما علمنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يراك ويرى ما في الضمير ويسمع ويعلم ما في قلبك وما في فؤادك وما في روحك. يعلم ربنا سبحانه وتعالى كيف أنك محتاج إلى هذا المال ومع ذلك أنفقته لله، يعلم أنك آثرت بيتا من بيوت الله سبحانه وتعالى على بيتك. ولذلك أيها الأحبة الكرام، من أراد أن يساهم وأن يسارع مرحبا به أن يأتي إلى هذا المكان، مرحبا به أن يباشر بنفسه، أن ينظر بعينه، أن يرى ما يحتاجه هذا المسجد، هذا المكان كما قلنا على مساحة يعني تربو عن 400 متر إن شاء الله، محتاج إلى الهدم وإلى إعادة البناء والإعمار والإحلال والتجديد مرة أخرى. وتم استصدار قرارات الهدم والإزالة وإعادة البناء بفضل الله تعالى من وزارة الأوقاف ومن الجهات المعنية والهيئات الهندسية القائمة والمنوط بها أن تقوم على هدم هذا المكان. الأمر يحتاج إلى سرعة وإلى يعني الكثير من العون ومن المدد من الله سبحانه وتعالى ومن أهل الفضل ومن أهل الخير الذين يحبون الصدقات الجارية والذين يحبون الاستثمار مع الله سبحانه وتعالى. المسجد من أهم مميزاته أنه كما يخدم هذه القرية بأكملها بكل من فيها بفضل الله، يخدم طريق عام مباشر ما شاء الله تبارك الله. يعني حضرتك اللي رايح واللي جاي هيسمع الجمعة هينزل يصلي فيه، اللي رايح واللي جاي هيسمع ان في تحفيظ قرآن هيقعد يسمع القرآن فيه ويعلم أولاده فيه. وبالفعل وجدنا الأولاد موجودين بفضل الله في المسجد بيحفظوا القرآن. والله إحنا محتاجين إلى دور المساجد وإلى يعني قيمة المساجد وإلى أهمية المساجد في تربية أولادنا وتربية النشء وتعليم الصغار وتعليم الكبار وتربية الأطفال وتعليم النساء وتثقفهم كما كان هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كل النسوة اللي كانوا عندهم قرارات أو عندهم استفسارات كانوا بيذهبوا لسيدنا الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يسألوا سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يتعلموا من سيدنا رسول الله. كل اللي كان عنده قضية معينة أو مسألة فقهية كان يذهب إلى رسول الله. معروف القبلة فين؟ معروف قبلة المسلمين فين؟ هي المسجد. اللهم لك الحمد على نعمة المساجد، أن اللهم لك الحمد أن هدانا إلى القيام على شؤون المساجد. بنشكر الحقيقة كل من ساهم وكل من يتعاون وكل من يتصدق في أمور المساجد
شهادة الله لك بالإيمان، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فهذه شهادة من الله سبحانه وتعالى بأنك من المؤمنين، فهنيئا لكل من سابق الزمان، حتى إن شاء الله نقيم هذا البنيان على أكمل وجه بإذن الله تبارك وتعالى. وأتمنى في وقت قليل جدا نجد إن شاء الله الكثير من الاتصالات، الأرقام قدامكم على الشاشة، أتمنى حضراتكم تساهموا وبسرعة، فإن الشيطان يفتح للإنسان 70 بابا إذا أراد الصدقة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقكم راحة البال والستر وكفاية من كل ما سألتم من الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وفقكم الله، تسابقوا في الخير وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، جعلني الله وإياكم من أهل الجنة إن شاء الله. السلام عليكم. ورجعنا لكم أعزائي المشاهدين من جديد. فضلت الشيخ عيد، عايز أسأل حضرتك سؤال مهم. فضل من يقوم بإخراج الزكاة في إحلال وبناء وتعمير المساجد، ثوابه عند الله إيه؟ الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحقيقة يعني كل ما بشوف التقرير ده أنا بفتكر الحقيقة هذا المسجد، وكأن هذا المسجد يحدثني، ولما كنت واقف قدام المسجد كأن المسجد في عينه دمعة، بل دموع والله. المسجد لم يعد يكفي المصلين في هذه المنطقة، في العزبة، عزبة زيدان، محافظة الشرقية، مركز أولاد صقر. المسجد زي ما حضرتك شايفة كده على الشاشة يحتاج إلى اهتمام وإلى رعاية وإلى هدم وإلى بناء مرة أخرى. 400 متر تقريبا هتبقى مساحة المسجد إن شاء الله أو تزيد على ذلك. أنا بس قبل ما يعني ما أجاوب على سؤال حضرتك، بس أتمنى أن نلاقي يا رب 400 من أهل الفضل دلوقتي إن شاء الله، و400 من أهل البر والمعروف والخير اللي بيشايفيني دلوقتي. 400 دول مش مطلوب كل واحد يشيل لوحده متر في المسجد. أنا بقول 400 لأن هم 400 متر. 400 متر، المتر تقريبا بتكلفته تقريبا هيقف حوالي 7-8 آلاف جنيه. المتر ب 7000 جنيه تقريبا. بناء كبناء وتشطيباته كله. ايوه. فلو كل اسره او كل رب اسره ساهم، لو بمبلغ بسيط. بالظبط، بمبلغ بسيط. يعني لو مش تقدر تشيل المتر كله لوحدك، فخلينا احنا كاسره او كعيله مع بعض او كجروب اصدقاء مع بعض على الواتساب مثلا، نقول والله في مسجد كذا، والأرقام اهي موجودة على الشاشة، فخد صورة دلوقتي كده، صور بالزبط الأرقام، وتواصل مع المؤسسة أو تروح بنفسك. أهلا وسهلا. لو لقينا 400 إن شاء الله يتكفلوا بالمسجد ده، هيدخلوا السرور والسعادة على ما يقرب من 7000 مصلي ومسلم وإنسان يعيش في هذا المكان، في مركز أولاد صقر، في مركز أولاد صقر، في عزبة زيدان، في محافظة الشرقية. أتمنى يا رب إن شاء الله إن شاء الله نشوف لكل واحد من 400 إن شاء الله اللي بطلب منهم دلوقتي إن هم يتصلوا دلوقتي. يعني هو في حد ساهم فضيلة الشيخ دلوقتي؟ يعني في جزء موجود في مساهمات من في الجامعة؟ المسجد لسه زي ما هو على الحالة دي، ومحتاج الهدم والبناء. ودي مرحلة بتبقى صعبة جدا لما بتيجي تبني على فكرة على أرض فاضية. الموضوع بيبقى أسهل من إنك تهد وترجع تشيل الأنقاض، تكلفة وترجع أكتر. طبعاً تكلفة طبعاً أكتر، والتشكيل وشكل ورسومات هندسية وإلى آخره. أيوة. أنا يعني أنا ظني في الله عظيم جدا جدا، لأن إحنا بالله شفنا مجمع عمر بن الخطاب ومجمع التوحيد والرحمن بالحنجيري، شفنا حاجات جميلة جدا ويعني عظمة ما شاء الله، وحاجات تسعد القلب وتطمن قلبك، لأن دي مؤسسة محترمة جدا، ومؤسسة يقوم عليها أهل فضل وأهل أمانة وأهل ثقة، ورأينا ذلك بأعيننا وتابعنا ذلك على أرض الواقع. أي.
فعندي يقين في أنه 400 لهم قصر في الجنة إن شاء الله بإذن كل واحد إن شاء الله له قصر في الجنة. ده كلام ربنا وكلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وسيدنا النبي لما يقول حديث ده كلام ربنا بس اللفظ لرسول الله. قال صلى الله عليه وصحبه وسلم في الحديث الصحيح الثابت: من بنى لله بيتا ولو كمفحص قطاه، وفي رواية: يبتغي به وجه الله تعالى، قال بنى الله له بيتا في الجنة. تخيلي بيت في الجنة، بيت في الجنة، انت ضمنت انك من اهل الجنة، مفيش اعظم من كده. اظن الدنيا كلها لا تساوي ان يكون لي بيتي في الجنة. بس ده انا بوظف في بيتي وبعمل في بيتي عشان يبقى الناس العادية تيجي تشوف بيتي وبتقول الله ما شاء الله جميل، فبالك ان انا بعمل لبيت ربنا الاحسن من كل حاجة في الدنيا. وخلينا بقى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. تعرفي حضرتك انه اهل الجنة لما بيحبوا يتزوروا، اللي في مرتبة أدنى يروح للي في مرتبة أعلى، يعني مش اللي في الأعلى ينزل. فخليك أنت صاحب البيت الأعلى، خليك أنت صاحب البيت العظيم اللي كل أهل الجنة يجي يزوروك فيه. يا رب نكون في الفردوس مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اللي أول حاجة عملها لما راح المدينة صلى الله عليه وسلم أنه بنى المسجد. أمنية حياتي، أمنية حياتي فعلا إن شاء الله إن أنا أبني مسجد من بيوت ربنا سبحانه وتعالى، وأن أتكفل ببنائه أمنية حياتي أعيشها. ولحد ما ربنا يحقق لي الأمنية دي إن شاء الله أعاهد الله أن أظل دائما أحث على هذا الفضل وعلى هذا الخير، وأن أدل الناس على هذا الخير. لعل ربنا سبحانه وتعالى بكلماتنا، لعل ربنا بكلماتنا يستخرج من هذه القلوب الصادقة أناس يحبون الخير ويحبون المعروف. بقول تاني، ما تستصغرش أي مبلغ. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. اتقوا النار، وربنا قال: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. النار دي هيبقى الوقود بتاعها، البنزين بتاعها ناس وحجارة توقد هذه النار. تغشاها هذه القلوب التي بعدت عن الله والتي صدت عن سبيل الله. خليك انت بقى عكسهم، خليك انت. قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، كما قال صلى الله عليه وسلم، قال: ما منكم من أحد إلا سيكلم الله سبحانه وتعالى، ليس بينه وبين الله حجاب ولا ترجمان. انت هتقف بين ايد ربنا سبحانه وتعالى تكلم الله، ما فيش حاجة بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. قال: فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم. يبص على يمينه عايز يستنجد بشيء من واقف قدام ربنا سبحانه وتعالى، أعمالي فلا يرى إلا ما قدم عمله. وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر من أمامه من تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. النار، ما ربنا قال كده: وإن منكم إلا واردها، هو ده بقى، كان على ربك حتما مقضيا. كلها يرد جهنم، كل الناس المؤمن والكافر الكل سيرد على النار. ثم ننجي الذين اتقوا. يا الله يا الله على المشهد. ناس معدية على الصراط أدق من الشعرة، أحد من السيف، منصوب على ظهر جهنم، كله يعد. في ناس هتعدي كروم كلمح البصر من أعمالهم بسرعة مصريبة. شديدة جدا من أعمالهم، من أعمالهم. تخيلي إن في ناس هتعدي ببطء شديد جدا والنار تحتهم وهم مش عارفين هينجوا ولا مش هينجوا. في ناس وهم قبل أن يعبروا الصراط تأخذهم كلاليب على ظهر جهنم تلقيهم في جهنم، عافانا وعافاكم الله. لن ينجو إلا من قدم لله سبحانه وتعالى. قال: لا أجمع على عبدي، قال الله تعالى: لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين، من خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، ومن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة. فهنيئا لمن خاف مقام ربه واتقى النار ولو بشق تمر. قال صلى الله عليه وسلم: فينظر من أمامه من تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. ثم قال: فاتقوا النار ولو بشق تمر. تخيل الصدقة دي، مهما قلت دي صغيرة، مش أصغر من التمرة، مش أقل من تمن التمرة. بالزبط. تخيل إنك لو تصدقت بده خالصا من قلبك لله سبحانه لوجه وتعالى، الله طبعاً. لوجه الله سبحانه وتعالى، تبتغي زي ما النص في الحديث كده قال: يبتغي به وجه الله، نجاه الله من جهنم، نجاه الله من النار. امرأة فرعون، ستنا العظيمة، ستنا العفيفة، صاحبة المقام والسمو، زليخة، السيدة آسية بنت مزاحم،
زليخة اللي تزوجها سيدنا يوسف وراودت يوسف عن نفسه، وأيضا هي إن شاء الله أيضا في الجنة. سيدتنا آسية طلبت من ربنا سبحانه وتعالى طلب صغير جدا، خالي قالت إيه؟ قالت وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة في امرأة وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. قبلها كان بيضرب مثل بالذين كفروا مين؟ امرأة نوح وامرأة لوط، الاثنين زوجات أنبياء. أيوه. زوجات أنبياء. أيوه. ومع ذلك لم ينجوا، لم تنجوا واحدة منهما من النار. ليه؟ قال فخانتاهما. الخيانة هنا خيانة الدين، خيانة العقيدة. امرأة فرعون هذه المؤمنة، قال وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت، قالت إيه؟ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. دع الدعوة في وقت إجابة. ما يغركش المشهد اللي شفته انه صلبها على بالمسامير، دق المسامير في جسدها وصلبها امام الناس لانها امنت بالله سبحانه وتعالى وكفر بفرعون اللي كان بيقول انا ربكم الاعلى. ربنا ادانا مثل عظيم جدا لامرأة من المؤمنات القانتات الصادقات التي جعلها الله نموذج لكل امرأة في الاسلام، لكل امرأة تريد الجنة، بدعوة واحدة صادقة وبثبات على الحق وبجهاد في سبيل الله، جهدت بروحها من أجل الله سبحانه وتعالى. اللي ما يقدرش النهاردة يعمل زيها ويجاهد بروحه بالمال، وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. قدامنا فرصة ذهبية وعظيمة إن شاء الله. إن شاء الله لنقتنص مقعد في الجنة مع سيدتنا آسية. بنشكرك فضيلة الشيخ عيد، منورتنا وخطوة عزيزة. بارك الله فيكم. وبكده أعزائي المشاهدين خلص وقتنا وفي حلقتنا النهاردة، وأشوفكم بكرة إن شاء الله في حلقة جديدة في خطوة عزيزة.